بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد النهاردة هنتعرف فيه على 11 خطأ بيقع فيهم الدروب شيبر يجب عليك تجنبهم. تابعوني بعد الفاصل عشان نعرف ايه هم ال 11 خطأ دول. بسم الله، تعال نتعرف على ال11 خطأ. ال11 خطأ دول بيقع فيهم معظم الدروب شيبر، عليك أن تتجنبها. تعال نعرف إزاي هنتجنب الأخطاء ديت. أول حاجة الخطأ رقم 11، يقع فيه الدروب شيبر وهو عدم الاعتقاد بأن هذا عمل مجدي ويمكن أن تحقق منه ربح وأن يكون مصدر دخلك الوحيد إن لم يكن مصدر دخل إضافي، وبيعتقدوا كمان إن مفيش حد بيحقق أرباح من هذا المجال. على العكس تماما بقى الحقيقة اللي هقولها، إن في ناس بتحقق أرباح وأرباح كبيرة جدا، إنت كمان تقدر إنك تربح من خلال التجارة الإلكترونية والبيع على موقع إي باي. الأموال المتبادلة يا جماعة في مجال التجارة الإلكترونية يعني عدد ضخم جدا، أنت بس محتاج جزء بسيط من هذه الأموال الضخمة في هذا المجال. لذلك يجب عليك أن أنت تعتقد أن المجال ده عمل فعلي وجاد جدا ويمكنك تحقيق أرباح ممتازة من هذا العمل. طيب الخطأ رقم 10 هو عدم الاستمرارية ومتابعة العمل بشكل يومي. بعض الناس بتنزل المنتجات في متجرها مش بتهتم بتحسين الليستنج أو جودة العناوين أو الاهتمام بخدمة العملاء والريتيرن والكيسس وغيره. طب نصيحتي ليك في الخطأ دوت، إنك لازم تخصص عدد ساعات معين تتابع فيهم عملك في إي باي وتحسن من متجرك، وتحاول توصل للمشترين بطريقة أسرع من البائعين الآخرين. الخطأ رقم 9، تجربة العديد من الاستراتيجيات في نفس الوقت. زي إيه مثلا؟ أشوف بعض الأشخاص بيشتغل مثلا من أمازون والمواقع الأمريكية، ويجرب معاها في نفس الوقت الدروب شيبينج من المواقع الصينية، أو مثلا يقول أنا هشتغل على السوق الأمريكي ويرجع يغير في استراتيجيته ويقرر يشتغل على السوق العالمي. نصيحتي ليك في الموضوع دوت، جرب استراتيجية واحدة على الأقل كل شهر لحد ما تلاقي ليك الأنسب وتستمر فيه. الخطأ رقم 8، عدم كفاية نشر المنتجات أو عدد كفاية عدد المنتجات في المتجر بتاعك. بعض الناس ممكن يشتري كورسات أو يجرب برامج معتقد إنه بالطريقة ديت ممكن يزود عدد المبيعات. زيادة عدد المبيعات مرتبطة بعدد الليستنج وعدد المنتجات اللي موجودة في متجرك وجودتها. لو مبيعاتك قليلة نزل منتجات عليها طلب وادخل المنافسة وحسن من جودة الليستنج بتاعتك والعنوان. لو مبيعاتك انخفضت انشر منتجات اكتر، بالطريقة دي وبس عملك هيكبر. اما انك تدور على كورسات او برامج وانت واقف محلك سر مكتفي بالخمسين ليستنج المجانية، متجرك مش هيكبر وانت مش هتتطور ومش هتحقق مبيعات زيادة. لو فضلت مستمر على الخمسين ليستنج المجانية انت كأنك بتدور في حلقة مفرغة وعملك في اي باي مش هيتطور ومش هيكبر. فنصيحتي ليك، كل ما كان في الامكان ترفع الليمت ارفع الليمت. في امكانية عدد منتجات عندك تشترك في ستور، اشترك في ستور. الستور بتاعك اصبح مديك ليمت اكبر، اشترك في الستور الاكبر منه. ما توقفش طموحك. الخطأ السابع، عدم استخدام مواقع الكاش باك والاستهانة بالمقابل المادي اللي بيجي منها. بالنسبة لينا كعرب متاح نسبة كاش باك على المشتريات. بعض الناس بيقول ان النسبة دي قليلة ويفكر مثلا ان هي 4% وان ده شيء لا يذكر. لا بالعكس، في ناس بتعتمد في المنافسة على نسبة الكاش باك اللي بتحققها من المبيعات. عشان يقدر يدخل المنافسة لازم يقلل الأسعار حتى لو مكسبه هيجي من الكاش باك، وكل ما زادت مبيعاتك بتزيد نسبة الكاش باك وبتكون مبالغ معقولة جدا. فنصيحتي ليك، لازم تفعل الكاش باك قبل ما تعمل أي مشتريات. طيب الخطأ السادس
هو عدم الصبر. بلاحظ ان الناس بتغير المنتجات بسرعة، تمسح وتبدل، وكمان بيغيروا استراتيجيتهم بسرعة. ده خطأ كبير جدا، لازم المنتج تصبر على الأقل 30 يوم إن ما كانش 60 يوم لو عليه مشاهدات. لو أنت شغال في نيتش معين لازم تستمر في النيتش دوت على الأقل 3 شهور، تجرب جميع المنتجات في النيتش دوت، وباستخدام مواقع زي زيك أناليتكس تقدر تلاقي المنتجات الرابحة في كل نيتش، وتقدر تبيعها وتحسن جودة الوصف والعنوان. بالطريقة ديت هتقدر ان انت تحقق مبيعات. انما انت نزلت 10 منتجات النهاردة، صبرت عليهم 5 ايام 10 ايام ما تبعوش، قمت حذفتهم، لا دي مش طريقة شغل يا جماعة. المنتج على الاقل او مجموعة المنتجات اللي بتنزلها لازم تستنى عليها على الاقل خالص 30 يوم. الخطأ الخامس، نشر المنتجات الخاطئة. في الفترات السابقة يمكن في بداية العمل كدروب شيبينج في اي باي وغيرها من المواقع، كان ممكن اي حد ينشر اي منتج ويحقق مبيعات، ما كانتش المنافسة بالقوة الموجودة حاليا. لكن دلوقتي لازم تختار منتجاتك بدقة، المنتجات اللي مش هتسبب لك قلق او مشاكل في التعامل مع الزباين. ويمكن انا ان شاء الله هنزل فيديو عن المنتجات اللي يجب عليك ما تشتغلش فيها، المنتجات اللي هتسبب لك مشاكل. ان شاء الله الفيديو القادم هيكون عن المنتجات الغير جيدة في العمل كدروب شيبينج. فاحنا يا جماعة لازم نختار منتجات جيدة عليها طلب عليها منافسة، وتقدر تدور على المنتجات ديت باستخدام زيك اناليتكس وتيرابيك، وانا شرحت الموقعين دول في القناة. الخطأ الرابع، عدم الجدية. معناه ايه ده عدم الجدية؟ بعض الناس بتدخل البيزنس ده نوع من التسلية او الهواية، او انه يكون عمل اضافي جاب منه مكسب، جاب ما جابش او ما خسرش حاجة. لا دي مش طريقة شغل، ما تنتظرش بالطريقة ديت انك تحقق أرباح أو مكاسب. لو محتاج تعمل أرباح لازم تتعب على عملك وتطور فيه باستمرار، لازم تاخد الأمر بجدية، لازم تتعامل معاه على إنه وظيفة مش ممكن تأثر في أداء عملك. مش معنى إنه مفيش رقيب عليك تهمل فيه أو تكسل، لازم تشعر بالمسؤولية تجاه وقتك اللي بتضيعه وإنت ما مدتش عملك الاهتمام المناسب. وفي النهاية تسأل ليه أنا منجحتش. لو إنه إنت اتعاملت على إنه عمل غير حقيقي لن ترى النتائج الحقيقية لهذا العمل. طيب الخطأ الثالث، الخوف من الاستثمار في هذا المشروع أو في البيع على إيباي. بعض الناس ممكن يكتفي ب50 ليستنج ويفضل يشتغل بدون ما يعمل ستور مثلا، او يخاف يدفع اشتراك الشهر بتاع الستور، او انه يشترك في بعض المواقع المدفوعة اللي بتساعدك في تحقيق المبيعات زي زيك اناليتكس او دي اس ام تول. بالطريقة دي مش هتحقق النجاح وهتفضل واقف مكانك، مفيش اي جديد في عملك، مش هيكبر لو ما صرفتش فلوس وكبرت عملك. يبقى النجاح في اي باي هو الاستثمار في اي باي. نيجي للخطأ رقم 2، عدم طلب المساعدة والاكتفاء ببعض المعلومات السطحية اللي بتساعده في البداية. وبعض الناس اللي عندهم بعض الخبرة اصبح معتقد انه من العيب انه يسأل او يتعلم. مجال التجارة الالكترونية مجال كبير، المجال مازال فيه علم وبحث وكل يوم بيكبر، وحجم التجارة الإلكترونية بيزيد كل يوم. فلازم تواكب التطور ده وتتعلم الجديد وتبحث عنه. يمكن كمان لازم تبحث في المحتوى الأجنبي، لأن المحتوى العربي متأخر جدا عن الموجود في القنوات والمواقع الأجنبية. ويمكن ده هدفي في القناة، إن أحاول أنقل بعض المعلومات اللي بنتعلمها من القنوات الأجنبية من أقوى الدروب شيبر المشهورين. ويمكن الفيديو دوت انا
نقلته من قناة أجنبية، يبقى خلينا متفقين إنك مش هتقدر تحقق النجاح وإنت بترتكب الكثير من الأخطاء. مش لازم عشان تتعلم ترجع كل شوية تخطأ وتحاول تصلح الخطأ بتاعك. خليك دايما ابدأ من اللي انتهى ليه الناس اللي سبقونا في المجال ده، عشان خاطر ما نقعش في أخطاء. يبقى اتفقنا إن احنا لازم نتعلم من الأخطاء الناس اللي سبقتنا ووقعوا فيها، وإن من الذكاء إن احنا ما نكررش الأخطاء دي مرة تانية. نيجي لآخر خطأ اللي هو الخطأ رقم 1، هو عدم البدء أساسا أو إنك تخاف تبدأ. يعني في ناس بتقعد تسألني وتكلمني هعمل إيه في فترة اللي بيحجز فيها الباي بال على الفلوس، هعمل إيه لو مشتري طلب مني إنه يرجع المنتج، لو مشتري طلب يعمل ريفاند. كل الحاجات دي واردة إن هي تكون موجودة في المجال بتاعك. أنت لو فضلت خايف مش هتبدأ ومش هتتحرك. يعني بعض الناس بتسأل محتاج رأس مال قد إيه، أو مثلا المنتج وصلوا عليه علامة أمازون هعمل إيه مع الهولد في الباي بال. أي مجال عمل يا جماعة فيه مشاكل، والشخص الناجح هو اللي بيحاول يتغلب على المشكلات اللي بتقابله. زي ما بنقول احنا بالمصري، اكل العيش مر او محدش بياكلها بالساهل. ما تأجلش انك تبدأ في مشروع مش هتخسر فيه حاجة غالبا، وعلى أسوأ الظروف لو خسرت مش هتخسر كتير. كده اكون انتهيت من شرح معظم الاخطاء اللي بيقع فيها الدروب شيبر. ياريت نتعلم من الأخطاء ديت وما نقعش فيها. لو الفيديو عجب حضراتكم اضغط على لايك وسبسكرايب للقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وياريت يا شباب نعمل شير للفيديوهات مع الناس المهتمة بالتجارة الإلكترونية عشان نوصل لأكبر عدد من المشتركين. شكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.